شكرا جزيلا لدعوة الرئيس، والحقيقة هيتم عرض سريع جدا في التفاصيل. احنا زي ما وعدنا وزي ما دولة الرئيس اوضح، احنا النهاردة بصدد لما اتكلمنا على الحزمة الاولى من التسهيلات الضريبية كفكرة، ثم جينا طرحناها بقى بالتفاصيل. النهاردة داخلين في آليات التنفيذ، وزي ما قلنا احنا مش كل الآليات ال 20 اجراء اللي احنا وعدنا بيهم، في كتير منهم على فكرة بدأ تطبيقه بقرارات إدارية، في كتير منهم بيطبق يعني هنطلقه في توقيتاته السليمة، لكن احنا وعدنا ان ال20 اجراء هيتم تنفيذهم بالكامل هذا العام. كان في بعض الاجراءات والاصلاحات دي بتتطلب تعديلات تشريعية، فاحنا جايين بالتعديلات التشريعية دي. وزي ما دولة الرئيس اوضح كان في 3 تعديلات تشريعية مهمة قوي نعملها عشان خاطر نقدر باذن الله نفعل كل الاجراءات اللي تمت. خلينا يعني نروح في اول حاجة، هو موضوع ما كانش عندنا زي ما قلنا قبل كده نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وشركات الناشئة اللي هي بتكبر جدا في مصر، اللي هي مجموعة من الشباب ممكن يعملوا مشروع ويبقى بيصدر لبره، اللي هو حد عنده فكرة وبدأ مشروع عايز يكبره، فإحنا عايزينه يكبر وعايزينه يعني يبقى عنده قدرة إنه يستفيد من كل إمكانيات الدولة من تمويل وغيرها، وبالتالي بنوجد له هنا آلية متكاملة إنه يخش في المنظومة بشكل سريع وبشكل جيد. ده جدول بيلخص قد إيه حجم الفايدة اللي ممكن ترجع لأي مشروع صغير أو متوسط حتى 15 مليون جنيه إنه ينضم لهذه المنظومة الجديدة. هتلاقوا ان في حاجات كتيرة جدا 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 كان في الوضع السابق هو مطالب بيها، ضرائب الدمغة، رسم التنمية، ارباح الرأسمالية، كل ده اتشال، ضريبة توزيعات الارباح، كل ده اتشال حتى 15 مليون جنيه وكان قبل كده بيمثل عبء عليه. يمكن في ارباح تجارية وصناعية هي فضلت موجودة، لكن الحقيقة ان احنا بسطناها جدا، بدل ما كان بيدفع رقم من ارباحه 22.5% ويبقى دايما في خلاف مع المصلحة ايه الايراد وايه المصروف وايه اللي يدخله وايه اللي يستبعده، احنا عملنا له منظومة بسيطة جدا، ضريبة قطعية بيدفع على كل شريحة رقم محدد، وبالتالي هو عارف ايه اللي عليه وهو بيعمل المشروع وعارف قد ايه اعبائه. ونفس القصه في ضريبه القيمه المضافه، عملنا له تسهيل مهم قوي وده بيفرق جدا للشركات الجديده عشان نديله سيوله، بدل ما هو مطالب يسدد الضريبه اللي هو حقيقه الامر هو الزبون هو اللي بيدفعها او العميل هو اللي بيدفعها، لكن برضه امعانا في المساعده بدل ما يدفع الضريبه دي كل شهر احنا قلنا له هتدفعها 4 مرات في السنه، وبالتالي بقى عنده مساحه ووقت وسيولة أفضل. ونفس القصة في ضريبة الأجور، لو عنده حد بيشتغل وهو بيدفع عليه ضريبة أو الموظف اللي عنده بيدفع ضريبته، بدل ما يدفعها كل شهر فكان بيدفع مرة في السنة التسوية الجماعية في آخر السنة وكل شهر يقدم إقرار ويسدد جزء من المبلغ، وقلنا له هتسوي هذا المبلغ مرة واحدة في السنة وبدون أي أمور أخرى. كمان عملنا حاجة مهمة جدا، إنه اعتبرنا ميلاد هذه الشركة من ساعة ما ينضم لهذا القانون ويسجل، وبالتالي مش هنبص لورا خالص، هنبص لقدام وهنبتدي معاه بداية جديدة، ويهمنا انه يكبر ونستوعب هذا الكبر، وبالعكس عايزينه يعني ينمو بشكل كبير قوي. وقلنا حاجة مهمة جدا في القانون، لمدة 5 سنوات ما سيتم تقديمه من جانب الممول عشان نرجع تاني الثقة ما بين الطرفين، سيتم قبوله دون فحص، هيتم قبوله دون فحص وثقة في ما يقدمه، واحنا متاكدين انه الناس ان شاء الله مع التسويق الجيد ومع ان احنا نوصل المعلومه ومع ان احنا نوجد الاليات دي على الارض باذن الله يعمل نقله كويسه.